بعدين أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأبراج والناس. هذه الحلقات الحقيقة أنا يعني أعملها لغرض الإجابة على تساؤلات كثير من الأشخاص اللي يعني ما يسعفني الحظ والفرصة أنه أنا أجيب عن تساؤلاتهم، سواء عن طريق الفيسبوك بالخاص أو عن طريق الياهو مثلا أو أي جهة أخرى. مثلا أحاول قدر الإمكان أن أجاوب على الأسئلة المهمة واللي ممكن أن تفيد مو فقط السائلين، حتى بشكل عام ممكن يستفيد منها يعني المستمعين أو المشاهدين. مجموعة أسئلة الحقيقة، واحد من ضمن الأسئلة اللي وردتني عن طريق شخص الحقيقة بالفيسبوك ذكرها بالعام، ويقول أنا من المتابعين وأحب جدا أن يعني أستمع إلى تحليلك بما له علاقة بالأبراج، ويا ريت لو تتحدث لي عن صفات برج القوس بشكل عام. طبعا أنا أشكره وتحياتي إليه، وأقول له إنه برج القوس من الأبراج اللي يمتلكون الصفة النارية، وينتمون الحقيقة إلى الأبراج النارية اللي تشمل إضافة إلى القوس الحمل والأسد. القوس حماسي، اندفاعي، مساعد، وصديق وفي إلى أصدقائه. من الأشخاص اللي داخل الأسرة وداخل العائلة يولي أطفاله العناية والرعاية الكبيرة جدا، إضافة إلى هذا من الأشخاص المتطلعين. شخص متفتح، وعلاقته غالبا ما تكون مع شريكة حياته ضمن أمور أو نواحي أقدر أسميها حضارية. شخص بعيد عن الجوانب الراديكالية بشكل عام. طبعا يعني حسب معرفتي بمواد برج القوس، غالبيتهم يكونون يمتازون بالرشاقة أو يمتازون بالجسم أكثر ما يكون قريب إلى الرياضة، وهذا نتيجة لكثرة طبعا هذه بشكل عام يعني الغالبية، لكن هنالك أيضا نوع آخر مختلف طبعا أكيد. هذا بسبب يعني الحيوية الموجودة في ذهنية مولود برج القوس، باعتباره كثير التفكير وكثير الأهداف الحقيقة متعددة، وبالمناسبة يصل لهدفه بشكل سريع. يعني وهذا ما يميز برج القوس حتى عن الأبراج النارية اللي مثل الأسد والحمل. يعني هو يكون أكثر اعتدالا من حماسة الحمل مثلا، ويكون أكثر الأبراج النارية، بل هو أقدر أسميه من أكثر الأبراج على الإطلاق بسرعة الحركة للوصول إلى هدفه بدون تباطؤ. السلبيات اللي ممكن أن تحدث بالنسبة إلى القوس، ممكن التسرع في بعض الأحيان يجي عليه يوقع في مشاكل معينة هو في غنى عنها مثلا. الأنانية، وأنا بصراحة يعني أعتقد القوس هو ليس أناني، لكن الأنانية من خلال الآخرين بالنسبة إليه. يعتقد أصدقاء القوس أو الأشخاص المقربين من عنده بأن القوس هو شخص أناني وشخص يعني متكبر نوعا ما. الحقيقة للي يعيش مع القوس بشكل يعني يعرف الشخصية أكثر ويعيش وياه لفترة زمنية طويلة، راح يدرك بأن هذه الصفة غير موجودة عند القوس. لكن كثرة النصائح المتكررة، إضافة إلى اندفاعاته وحماسته ونشاطه وأهدافه المتعددة، تجعل الآخرين ينظرون إلى وكأنه شخص مغرور أو شخص متكبر. والحقيقة هذه الصفة هي ليست غير موجودة في القوس، لكن نظرة الآخرين تكون بهذه الصيغة، ولهذا قد يكون أصدقائه قليلين نوعا ما، أو يعني ينفرون بسبب هذه الصفة أو هذه الحالة بالنسبة له. مواليد برج القوس، طبعا كل برج بشكل عام يشمل 3 عشريات، العشرية الأولى والوسطية والعشرية الثالثة. القوس اللي يبتدئ من 21 نوفمبر وينتهي بتاريخ 20 ديسمبر. العشرية الأولى راح تكون من 21 نوفمبر إلى 30 نوفمبر. هؤلاء يمتازون نفس المميزات أو الصفات اللي ذكرتها، إضافة إلى هذا يأخذون أيضا من صفات أيضا برج الحوت، عفوا برج العقرب.
البرج اللي قبلهم، ويأثر عليهم كوكب المشتري إضافة إلى كوكب المريخ ككوكب ثانوي. هؤلاء أكثر حماسة وأكثر اندفاعا من غيرهم وأكثر قيادة أيضا، ويكونون بشكل عام يعني قليلي الصبر. القوس المولود بالعشرية الوسطية اللي هي بين يعني 1 ديسمبر إلى 10 ديسمبر، هؤلاء يمتازون بأكثر حنكة وأكثر هدوءا، ويأخذون كل صفات برج القوس اللي تحدثت عنها قبل شوية. طبعا يؤثر عليهم كوكب المشتري ككوكب أساسي. العشرية الثالثة اللي تبدي من 11 يعني ديسمبر إلى 20 ديسمبر، هؤلاء يمتازون بكونهم أيضا نفس صفات برج القوس، لكن يأخذون أيضا يعني حياتهم تكون بها تعب أكثر، أو يبذلون مجهود أكثر بالحياة أكثر من أقرانهم اللي بالعشرية الأولى والعشرية الثالثة. طبعا يأثر عليهم زحل ككوكب ثانوي بعد المشتري. الكوكب الأساسي بالنسبة للقوس هو كوكب المشتري. طبعا معروف أنه المشتري عندما يعني ينزل في برج معين أو يكون موجود في برج معين يجلب الحظ والسعادة والرخاء إلى أبناء ذاك البرج. فبالتالي القوس أقدر أسميهم بشكل عام هم من الأبراج المحظوظة. طبعا وكل موالد برج القوس لابد أن يكون عندهم رقم حظ أساسي هو رقم سعد يأخذون من كوكب المشتري اللي هو رقم 3. طبعا إضافة إلى أرقام يعني حظوظ أخرى، هاي تعتمد على يوم وشهر الولادة وطبعا سنة الولادة أيضا. لكن بشكل عام كلهم باعتبار أنه الكوكب المؤثر هو كوكب المشتري ككوكب أساسي، فبالتالي كل مواليد برج القوس هم عندهم رقم حظ 3، وهم بشكل عام من الأبراج المحظوظة. طيب هذا بالنسبة للقوس. أرجو أن أكون تحدثت بشكل موجز وبسيط ووصلت الفكرة بشكل عام بالنسبة إلى الأخ السائل. سؤال آخر من إحدى الأخوات تسأل، تقول ماذا نعني بالطالع، وهل الطالع هو نفسه البرج الصاعد؟ في بعض يعني الصفحات اللي لها علاقة تتحدث عن الأبراج مثلا، سواء في النت أو حتى في بعض الكتب، مرات نقرأ عن شيء اسمه الطالع، وفي بعض الأحيان نقرأ عن شيء اسمه البرج الصاعد. الحقيقة الطالع هو نفس البرج الصاعد، نفس الشيء، لكن أنا أحاول الآن أن أوضح شنو الفرق ما بين الطالع أو البرج الصاعد والبرج، حتى ليس الخلط بهذا الجانب. والحقيقة كثير من الأسئلة تتوارد بهذا يعني هذا الجانب. البرج كل شخص الحقيقة عندما ينولد في تاريخ معين ينتسب إلى برج معين. وهذا منين جاي؟ أساسا جاي نتيجة لي في يعني في هنالك نقطة تسمى بنقطة الاعتدال الفلكي، أو الحقيقة هناك نقطتين تسمى بنقطة الاعتدال الفلكي الربيعي ونقطة الاعتدال الفلكي الخريفي. نقطة الاعتدال الربيعي تكون بتاريخ 21 آذار مارس. في ذلك اليوم يتساوى الليل مع النهار، عفوا ساعات الليل مع ساعات النهار. وبعد 21 آذار راح يبدي النهار، ساعات النهار تسبق أو تزداد عن ساعات الليل. هذه الحالة تستمر لمدة 6 أشهر تقريبا إلى تاريخ 22 من سبتمبر، اللي هو آخر يوم من برج العذراء. بعدها في هذا اليوم أيضا يتساوى الليل مع النهار، وبعدين يبدي النهار الليل يسبق النهار، تسمى بنقطة الاعتدال الخريفي، وبعدها راح يبدي الليل ساعات الليل أكثر من ساعات النهار، وهكذا. هذه الحالة معروفة في علم الفلك، واللي نشأ يعني على أساس أيضا بعدين علم التنجيم، أنه أول برج يبتدئ أثناء نقطة الاعتدال الخريفي. يعني البرج الأول اللي هو برج الحمل يبتدئ بتاريخ 21 آذار مارس، واللي يستمر إلى تاريخ طبعا 20 أبريل نيسان، وبعدها راح يبدأ الثور أيضا من 21 أبريل إلى 20 أيار ماي، وهكذا طبعا إلى مجموعة الأبراج المتعددة. هذه الأبراج الحقيقة موجودة في الفضاء الخارجي،
بمنطقة تسمى منطقة البروج، بدائرة الحقيقة تسمى أيضا بدائرة البروج. هذه الدائرة فيها انحراف أو ميلان بقيمة 9 درجات عن خط الاستواء الفلكي. احنا مثل ما عندنا هنا بالحياة يعني في الأرض، اكو عندنا خط الاستواء وعندنا مدار السرطان وعندنا مدار الجدي. بالفضاء الخارجي أيضا يوجد خط استواء لكن يسمى بخط الاستواء الفلكي، وهنالك أيضا مدار سرطان لكن فلكي، وكذلك جدي أيضا فلكي. لكن هنالك انحراف عن خط الاستواء الفلكي بدرجة 9 أو 9 درجات. هذا الانحراف تنحرف به المجموعات النجمية المسماة بالبروج، واللي هي موجودة أساسا في منطقة البروج. اللي يصير شنو؟ أنه إذا افترضنا جدلا أنه هذا خط الاستواء الفلكي، الانحراف راح يكون بهذه الطريقة. طبعا انحراف دارة البروج بدرجة 9، هنا راح يكون عندنا المجاميع النجمية المسماة، طبعا مجاميع متعددة، الحمل دي مجاميع نجمية متعددة، الثور دي مجاميع نجمية متعددة، وهكذا إلى 12 مسمى للمجاميع النجمية، يكون بشكل متناظر على هذا الخط المنحرف. يعني مجموعة الحمل راح نجدها مثلا في منطقة الشمال، مجموعة الثور راح تكون في المنطقة الجنوبية بالنسبة لخط الانحراف الفلكي، المنطقة الجنوبية، لكن ليس بالضبط جنوب مجاميع الحمل وإنما جنوب شرق. يعني الحمل بهذه الصيغة، الثور راح يكون بهذه الصيغة، الجوزاء راح يكون بمنطقة الشمال، شمال خط الانحراف الفلكي، لكن شمال الشرق، يعني أيضا بدرجات معينة، وهكذا لحد ما نكمل دائرة كاملة. يعني بمعنى انه عندنا ستة مجاميع نجمية بالمنطقة في شمال خط الانحراف الفلكي، وستة مجاميع نجمية في جنوب خط الانحراف الفلكي على التناظر. الآن هذه المجاميع النجمية ثابتة بالفضاء، ما تتغير. الشمس هي اللي تتحرك عليها. الشمس لما تكون موجودة في يعني او بمعنى اصح، الشمس راح تكون موجودة في مجموعة الحمل، في المجموعة النجمية المسماة بالحمل، بالفترة ما بين 21 آذار إلى 20 أبريل. ثم تنتقل الشمس بحركتها إلى المجموعة الأخرى اللي هي مسماة مجموعة الثور، من 20 أبريل إلى عفوا، من 21 أبريل إلى 20 مايو أو ماي أو شهر أيار. وهكذا انتقالت الشمس إلى أن تكمل دورة كاملة. الأرض، يعني احنا بالنسبة لنا الأرض، الأشخاص المولودين يتأثرون أيضا باعتبار أن الأرض أيضا تدور حول الشمس بمدار معين لمدة 365 يوم وربع، فتكمل سنة. فبالتالي الشمس أثناء أو الأرض أثناء دورانها حول الشمس، أيضا المواليد الموجودين أو اللي ينولدون يتأثرون بتحركات الشمس على منطقة البروج. ولهذا نقدر احنا نحدد من خلال ثبوتية او المجاميع النجمية الثابتة وحركة الشمس حول منطقة البروج، نقدر نحدد فلان من الاشخاص من اي برج. هذه قاعدة علمية ما يختلف عليها اثنين. الطالع وين ينشأ؟ اثناء حركة الارض، باعتبار ان الارض مو فقط تدور حول الشمس وانما تدور حول نفسها. يعني باليوم الواحد الأرض تدور لمدة 24 ساعة حول نفسها. فبالتالي خلال هذه ال 24 ساعة، طبعا ومع ذلك هي أيضا تدور حول الشمس، يعني تدور حول نفسها وتدور حول الشمس. خلال هاي ال 24 ساعة يظهر عندنا واحد من ذني الأبراج بالأفق. طبعا احنا أنا ذكرت عندنا 12 برج، وبالتالي احنا عندنا 24 ساعة. فلو نجي نقسم ال 24 ساعة على ال 12 برج، راح نجد بأنه كل ساعتين يظهر عندنا برج بالأفق. هذا البرج يؤثر على مواليد ذلك اليوم والشهر بتلك الساعة. بتلك الساعة، هنا أنت تتحدث عن ساعة. فممكن مثلا أنه شخص مولود بتاريخ 25 آذار مارس، هذا الشخص ينتمي إلى مجموعة الحمل النارية. لكن الشخص انولد ب
ساعة، لنفرض إن ولد ساعة العاشرة صباحا، طيب هذا في مدينة بالمناسبة، ونفرض مدينة بغداد، هذا الشخص لما نجي نرجع إلى جدول، أنا صراحة عندي جدول منزله في موقعي ممكن أي شخص يرجع إليه، نجد مثلا أنه ينتمي إلى مجموعة الجوزاء. في نفس الساعة إن ولد شخص في مدينة أخرى، ولتكن في يعني في مدينة هلسنكي في فنلندا، في نفس الساعة وفي نفس اليوم، طبعا هذا الشخص قد يأخذ من نفس صفات الطالع أو نفس طالعة. إذا فرضنا أن الشخص الأول طالع، نفرض الجوزاء ظهر عندنا بالأفق، فالشخص الثاني قد يكون الجوزاء لكن بالدقائق الأخيرة للجوزاء. ليش؟ باعتبار أنه هنالك فرق التوقيت بين مدينة بغداد وبين مدينة هلسنكي. طيب لنفرض جدلا أنه خلينا نأخذ على نفس المدينة، شخص ولد الساعة 9 صباحا، وشخص ولد الساعة يعني الساعة 11 صباحا، فرق قد ساعتين هنا. ما من المعقول أنه صفات هذا الشخص المولود بالساعة 9 صباحا هي نفس صفات مولود الساعة 11 صباحا، لا أكيد هنالك فرق، برغم أنه كلاهما حمل وكلاهما مولود بنفس المدينة. هل ساعتين هذه جعلت أنه الأول مثلا ظهر بالأفق برج معين أو مجموعة نجمية أثرت على هذا الشخص المولود الساعة 9 صباحا، لكن المولود الساعة 11 صباحا تأثر بمجموعة نجمية أخرى هي تليها يعني إذا كان الأول مثلا مجموعة الجوزاء، فالثاني راح يكون تأثر عليه مجموعة السرطان وهكذا. إذا الطالع معناته شنو؟ لا يعتمد على شهر الولادة، وإنما يعتمد على ساعة الولادة، ويعتمد على مدينة الولادة أيضا. راح أثناء ولادة الشخص بالساعة الفلانية بالمدينة الفلانية يظهر عندنا أثناء دوران الأرض حول نفسها، راح في وقت معين راح تكون ضمن فد، أو يظهر بالنسبة لنا فد برج بالأفق، هو هذا البرج اللي راح يأثر عليه من على مواليد أو يتأثر بمواليد تلك الساعة. طبعا يفرق مثل ما ذكرت ما بين مدينة ومدينة، وما بين يعني فارق التوقيت. لهذا أنا الجدول اللي عندي موجود في الموقع يعتمد على جرينتش، اللي هو خط يعني للي يريد أن يرجع إليه، بمجرد أن يعرف برجه يدخل من خلال الجدول راح يعرف أنه هذا البرج يقابل الطالع الفلاني اعتمادا على خط جرينتش، بمعنى أنه الشخص إذا ولد في مدينة بغداد مثلا راح يشوف أنه فارق التوقيت ساعة أو ساعتين عن جرينتش يزيد أو ينقص، فبالتالي راح يعرف الطالع مالته بشكل دقيق. هنا ماذا نستفيد من الطالع أو البرج الصاعد؟ الحقيقة الطالع إذا كان البرج بشكل عام ينطينا الصفات العامة، يعني نتحدث اليوم عن برج الأسد، نتحدث بشكل عام عن برج الأسد، لكن إذا كان هذا الشخص أثناء ولادته في مدينة معينة طالعة نفرض الجوزاء، راح نشوف هذا الشخص لا يمتلك صفات الأسد فقط، الأسد بشكل عام، لكن التحركات الشخصية، الصفات الشخصية الخاصة به يأخذ من الجوزاء أيضا. فبالتالي راح يكون عنده شنو؟ راح يكون عنده نوع من الصفات يأخذ من الأسد ويأخذ من الجوزاء في نفس الوقت مثلا. فبالتالي نقدر نقول الطالع هو هي الصفات الشخصية الداخلية للإنسان، ليس صفات البرج بشكل عام. لكن الشخص أيضا باعتباره ينتمي إلى البرج الفلاني، فهو يأخذ من الطالع كشخصية ويأخذ من البرج كشخصية أخرى. السؤال أيهما يأخذ أكثر؟ كلاهما يأخذ من الطالع ويأخذ من البرج، الاثنين يؤثرون عليه، لكن بأوقات طبعا حسب الأوقات المتعددة من الأشهر أو من السنين، نشوف في أوقات معينة الطالع راح شخصيته من خلال الطالع راح تبرز أكثر، وفي أوقات أخرى شخصيته من خلال البرج أيضا راح تبرز أكثر وهكذا. بالمناسبة الطالع ليس فقط على الأبراج البابلية، الأبراج الصينية أيضا بها طالع، يعني الأبراج الصينية ممكن شخص ينولد سنة 88 وهذا يكون ينتمي إلى مولد برج التنين، لكن من خلال ساعة الولادة. طبعا هنا الأبراج الصينية ما تعتمد على مكان الولادة، وإن ساعة الولادة فقط ممكن يكون من مولد برج الفارة، فبالتالي يأخذ من صفات الفارة ومن صفات التنين من جانب آخر.
لهذا شخصية الإنسان هي شخصية متعددة ومتغيرة من مجموعة طوارئ ومجموعة أبراج كلها موجودة فيك يا الإنسان، وتؤثر على الإنسان بأوقات متغيرة من خلال حتى يوم الواحد. طيب، هذا بالنسبة للسؤال اللي علاقة بالفرق ما بين البرج والطالع ومدى تأثيره. آخذ سؤال آخر وراح يكون الأخير عن كيفية استخراج، من إحدى الأخوات تقول كيف نستخرج أرقام الحظ وما هي الاستفادة منها وتأثيراتها على الشخصية. طبعا هذا من الأسئلة المهمة، كثير من الأشخاص الحقيقة يسألون عن أرقام الحظ، إيش نستفيد من عدها مثلا، وكيفية استخراجها. يعني حاول قدر الإمكان أنه أوضح الفكرة. طبعا هي من مواليد 15/4/1988 حتى تكون الفكرة أيضا واضحة أكثر. أرقام الحظ بشكل عام هي موجودة في، هي الأرقام اللي تأثر على مسالكنا الشخصية، أو بمعنى تأثر حتى على صفاتنا. خلي أبدي شلون استخراجها وبعدين راح أتحدث عن صفاتها بشكل عام. نستخرج أرقام الحظ من خلال تاريخ اليوم والشهر والسنة. اليوم يمثل لنا الرقم الأول، الرقم الثاني نقدر ناخذه من حاصل جمع اليوم والشهر والسنة، والرقم الثالث نقدر نحصل عنه من خلال نحصل عليه من خلال الكوكب المؤثر. طبعا أرقام الحظ هي 3 بشكل عام، ممكن تصير 4، في بعض الأحيان تصير 4 إذا كان عندنا يعني اجتهدنا في بعض الأرقام الخاصة اللي هي بين 3 إلى 4. طبعا أو مرات تكون مثلا كوكب نشك بوجود برجين مؤثرة عليه، يعني مثلا احنا عندنا برج العقرب. العقرب الحقيقة في علم التنجيم القديم اللي أثر عليه كوكب المريخ، لكن في علم التنجيم الحديث في بعض المجتهدين قال لك لا، احنا اكتشفنا كوكب بلوتو، وبلوتو من الكواكب الجديدة يعني، فبطبيعة الحال لابد أن يأثر على فتح كوكب معين، ولهذا أرفقوا العقرب إلى برج إلى كوكب بلوتو ككوكب مؤثر. هذه الحقيقة بعض الاجتهادات، يعني أنا أسميها اجتهادات. ليش؟ لأنه يعني في علم التنجيم القديم ما كان موجود كوكب بلوتو ولا كان مكتشف أساسا، ولهذا القدامى عندما اعتبروا برج العقرب مثلا ينتمي الى مجموعه او يؤثر على كوكب المريخ، فبالتالي هم اعتمدوا على هذا الاساس ولسنوات طويله. انا ما اتحدث عن سنه سنتين 10 20 سنوات، مئات، بل يعني قد تصل الى الف، اكثر من يعني سنوات عديده جدا. يعني بالتالي احنا هناك اجتهاد بطبيعة الحال، وهذا الاجتهاد ناخذ نظر الاعتبار، لكن أنا في رأيي تبقى القاعدة الأساسية مهمة. ولهذا أنا مرات يعني في بعض يعني الأبراج ممكن أن ننسبها إلى كوكبين مؤثرة، وممكن أن ننسبها إلى الكوكب الأساسي المؤثر. طبعا مثل ما ذكرت اجتهادات فلكيين بهذا الجانب. خلي أرجع إلى طريقة اكتشاف رقم الحظ. طبعا ارقام الحظ، رقم الحظ الاساسي ناخذه هي عاده تكون ما بين 1 إلى 9، يعني من رقم 1 إلى رقم 9. تبقى بعد هذه الارقام هي ارقام ثانويه نقدر نسميها. خلينا ناخذ الفتاه اللي هنا تقول يا ريت ايضا تقول لي ارقام حظي، هي 15/4/1988. رقم الحظ الاول راح اطلعه اخذه من يوم الولاده، يوم الولادة اللي هو يوم 15 أجمع 5 مع 6 مع 1 راح يظهر عندنا رقم 6، فبالتالي عندها أول رقم حظ الأول هو 6. نجي نجمع 6 اللي حصلنا عليها زائد 4 راح يظهر عندنا 10، زائدا 1988، يعني 10 زائد 10 ثانية، يعني 1 زائد 9 زائد 8 زائد 8، فبالتالي راح يصير عندنا 20 زائد 8 28 زائد 8 يصير عندنا 36، وانا راح نجمع الستة ويا الثلاثة راح يطلع عندنا 9. 9 هو رقم الحظ الآخر، صار عندنا رقم 6 ورقم 9.
إضافة لها هي مولودة تعتبر من ضمن مجموعة الحمل باعتبارها 15/4 بالعشرية الثالثة من الحمل، فإذا هي يعني أثر عليها كوكب المريخ. وكوكب المريخ تسلسله وفق الأبراج وفق الكواكب يكون 9، فراح يكون عندها 3 أرقام حظ، 6 9 9. رقم الحظ الأول أخذته من يوم الولادة الأول، ورقم الحظ الثاني أخذته من حاصل جمع يوم الولادة ويا الشهر ويا السنة، ورقم الحظ الثالث أخذته من الكوكب المؤثر اللي رقم تسلسله هو 9. طيب السؤال المطروح هنا، شنو نستفيد من أرقام الحظ؟ الاستفادة هي لمعالم الشخصية. طبعا كثير من الأشخاص يكتبوا لي ممكن يعني أو يسألوني ممكن عن طريق أرقام الحظ نلعب لوتو. لا، ما له علاقة، يعني اللوتو اليانصيب أبدا ما له علاقة بأرقام الحظ. أرقام الحظ اللي أتحدث عنها الآن طبعا يعني من خلال يعني اليوم والشهر والسنة والكوكب المؤثر، ما لها أي تأثير بهذا الجانب، لكن تأثيراتها إلى مسالك الشخصية. يعني راح ناخذ مثلا هذه الفتاة اللي هي 6 9 9 أرقام حظوظها. رقم 6 ينطينا أو يجعلها إنسانة متذبذبة بالآراء، ما تصفي إلى رأي معين ثابت، غالبا ما تكون يعني مجموعة أفكار تأتيها في نفس الوقت، وفي بعض الأحيان تخطو خطوة معينة لكني غير واثقة من عندها وتغير رأيها بعد فترة زمنية وجيزة. فبالتالي رقم 6 ينطينا شخصية ذات أفكار متعددة، ذات اتجاهات مختلفة، لكن شخصية على الجانب النفسي تتعب لأنه ما تصل أو ما تقدر أو ما عرفت قرار ثابت معين في أو اتجاه معين. 9 9 ينطينا شخصية تتعب في حياتها وتبذل مجهود وقد تواجهها عراقيل في حياتها، يعني لما تذهب إلى دائرة معينة، دائرة حكومية، ما تمشي معاملاتها بشكل سريع. لما مثلا تقدم على خطوة لها علاقة بالعمل أيضا مو بسهولة تحصل على عملها. يعني هو 9 عادة رقم اللي يعطينا الجدية والمثابرة. فهذه الفتاة أقدر أسميها طبعا عندها 9 أيام، 9 و9 أخرى. هذه من الفتيات اللي وفق أرقام حظها كشخصية تحتاج أن تبذل مجهود، تحتاج أن تتعب في حياتها حتى تحصل على مرادها أو حتى تحصل على مبتغاها، وليس بسهولة. إضافة إلى هذا طبعا هي متخلخلة بالآراء، ما توصل إلى رأي ثابت، وتواجه عراقيل كثيرة بحياتها، هذا اعتمادا طبعا فقط على أرقام الحظ. هنالك أمور أخرى أيضا تأثر على الشخصية. طيب هل بإمكاننا أن نستخرج أرقام حظ ثانوية؟ نعم بإمكاننا، بمعنى أنه إحنا عندنا رقم 6، هذا رقم حظ أساسي. نقدر أيضا الأرقام الثانوية هي في علم الجفر أو علم الجفرة مثل ما يسمى، هنا في أكل يوجد الرقم الكبير والرقم الصغير. الآن إحنا اللي عندنا هو الرقم المبسط، الرقم اللي حصلنا عنه من خلال مجموعة أرقام، يعني 15 جمعنا الخمسة والواحد استخرجنا 6. أقدر أنا أستخرج أرقام أكبر، يعني أقدر أقول هنالك أرقام حظ ثانوية مثل رقم 15. ليش؟ لأن جاء من 5 زائد 1 هو 6. ممكن أن أوصل لمرحلة العشرينات أقول رقم 24 أيضا رقم حظ ثانوي بالنسبة لها، جاي من 4 زائد 2. بعد ما عندي، لأنه بالثلاثينات ممكن أيضا، العفو، ممكن أيضا آخذ بالثلاثينات، يعني آخذ مثلا رقم إيش قد 33 33. بالأربعين أقدر آخذ رقم 42. هذه كلها أرقام حظ ثانوية. على رقم 9 أيضا ممكن آخذ رقم 18، ممكن آخذ رقم 27، ممكن آخذ أيضا رقم آخر اللي هو 36 45، وهكذا. إذا أنا أقدر يعني أستخلص من الأرقام الأساسية أرقام حظ ثانوية متعددة وكثيرة جدا. طيب السؤال يعني شنو أستفيد من عدها؟ هذه ممكن تخدمنا في طبعا ممكن
يعني أنا بصراحة ما أعول عليها كثيرا، لكن ممكن أيضا تخدمني في أوقات مواعيد. يعني أنا مثلا إذا رقم حظي 6 مثلا، وأنا عندي موعد أريد أسوي، فأفضل أنه يكون موعد يوم 15 بالشهر، أو يوم يعني يوم 24 بالشهر مثلا، 9 يوم 18 بالشهر أفضل. أوقات اللقاءات بالآخرين، أوقات الاتصالات، يفضل أنه يتابع أيضا الأرقام الحظ الثانوية. طبعا الأرقام الحظ الأساسية أيضا نفس الحالة، يعني إذا ما نقدر نسوي مواعيدنا أو اتصالاتنا ضمن يعني أوقات اعتمادا على أرقام الحظ الأساسية، لكن إذا تعذر علينا هذا الشيء، يعني تعذر بأقصد أنه يكون اليوم ما بين يوم 1 إلى يوم 9، فبإمكاننا نستخدم أرقام الحظ الثانوية. طبعا هذا كل ما أحب أن أتحدث به لهذه الحلقة، لأن الوقت يعني محدد. إن شاء الله على الحلقة القادمة راح أتحدث عن بطبيعة الحال أسئلة متعددة ومختلفة أخرى. يعني هذه الحلقة راح تكون موجودة في موقعي عبر النت paraskoba.de في فقرة الأبراج والناس، وطبعا راح تكون موجودة في الفيسبوك بصفحتي بالفيسبوك. تحياتي للجميع، وأتمنى أوقات سعيدة.